بتعمل ايه يا عم درويش؟ بقفل على الحطام اللي جوه ولا هيبقى موت وخراب ديار. طب انجز انجز يا عم درويش، انجز عم درويش. الخراب وصل لحد هنا، انجز عم درويش. نهطين نط نط يلا. راح فين يا شهاب؟ استنى كده تمنع هنشم هوا ونيجي بسرعة. 30 جنيه يا شهاب. انا هشتريه ورا التوب ده. خش يمين من عند افتتاح المكان. خش لسه ورانا عم درويش. مع السوق ما تخافش. مش هتعدي، هتعدي، الله عليك يا عم درويش، جبتها منين دي؟ دي تسليكه رفع الابره. كل ابره وليها خرم. يلا حر اسود اطلع اطلع اطلع. ما انا بطلع اهو. السادة انا مالي؟ طيب شيل حاجة مسوقة دي. خلاص يا عم درويش شيل حاجة مسوقة. ندمان استغفر الله العظيم يا رب. ندمان ندمان. خش وراه، خش وراه يمين. عادي من تحت الوجه. عادي 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 عادي. اسحب. هم لسه ورانا برضه. اسحب. خش جوه الهندا، خش يا وش المصايب. وراه ما تسيبوش، خليك وراه. عم درويش عذبناهم. المهم دلوقتي هنعمل ايه بقى بعد المطارده الجامده دي؟ رايحين لجلاب البلاوي. الحيوان اللي اسمه ايسا ده نلاقيه فين؟ انت اكيد عارف. اللي انا اعرفه ان هو بيقف في دروه كده في ابو قير. دروه في ابو قير؟ اه. يلا على ابو قير. ماشي على ابو قير. أموت وأعرف أنتوا بتتلموا على الأماكن الزبالة دي إزاي ولا شهاب؟ أنا أنت متعلم أنا ومعاك دبلوم حاسب آلي. الله يخرب بيتك. دبلوم حاسب آلي؟ آه دبلوم حاسب آلي متعلم. إيه خدت جايزة يعني يا عم درويش؟ واضح إن فكرتك عن التعليم باظة خالص يا عم درويش. بقى اسم واحد أبوه بالمنظر ده عايزه إيه؟ يطلع صيدلي؟ الحمد لله إن أنا ما طلعتش تاجر مخدرات كبير. النضيف نضيف لنفسه ومن جواه، ملهاش دعوه بقى ابوك بيعك ايه، امك بتغسل فين، ملهاش دعوه. انت محسسني ان انت خريج مدارس رهبات عن درويش. يعني انت ما اتشقتش زمان؟ مفيش حد ما اتشقاش يا ابني. النضيف بيتشقى والسوي بيتشقى، بس هي شعره لو سهيت عنها واتقطعت هتفضل سو طول عمرك. السلام على الحكم يا عم درويش. ده انت شكلك الشقيق جامد قبل ما تيجي الماكس. هل انت صحيح؟ انت منين اصلا يا عم درويش؟ اصل انا وعيت عليك لقيتك في وسطينا يعني. بس انا سالت ابويا قال ان عم درويش مش من حته اصلا.
كنت في الدنيا. في الدنيا فين على الخريطه؟ انت هتفيشني انا؟ ما تشوف الزفت ده فين عشان نخلص من المصيبه اللي معانا دي. مش معاك نمرته؟ ما تكلمه. معايا نمرته عم درويش، بس لقد نفذ رصيدكم. نفذ رصيدكم؟ ده انت ما بتكلمش ابوك يا معفن. ايه ده؟ ايه ده؟ في عم درويش؟ يظهر الموبايل بتاعي وقع منه واحنا بنجري. فداه يا فداك عم درويش، انا هكون زي اللي راح. دلوقتي الواد هيثم معفن هيجي ونستلقط لك منه حته اس 5. اس 5 50 جنيه. النظام على بسه. بقول لك ايه؟ هو النهارده الواد ده هيثم ده هيبان ولا في البرطمان؟ هو لو عوق عن ساعه كمان يبقى نط في البرطمان. انما ظن يعني انه قبل كده هيبان. امان. حط لنا حلاوه على الكستبان. لا عيني. حلاوه على الكستبان وطال في البرطمان. تتكلموا بالقافيه. صياعه يعني. شوف جت كنيله في تفاهتكم. لازم برضه تعرف عم درويش كل محيط ولسانه. الولا هيثم معفن اهو. تعالى لا هيثم، تعالى. تعالى هنا انا ما تخافش. ولا هيثم تعالى هنا انا ما تخافش. لا انا خايف. ما هو انا بقول لك ما تخافش اهو. على فكره انا فايت فرهد ومش ناقص تلطيش، وعلى فكره المعلم بتاعك ده ايده تلاوي. لا خفت خالص اهو، شفت؟ خفت خالص، بعدين انت في حمايتي ما تقلقش. ماشي. عم درويش عم اديله الامان. ماشي. انا مش همد ايدي عليك. مع انك تستاهل تقطيع صدارك، فاهم؟ قول لي بقى، البتاع ده سرقته منين؟ انا البتاع ده ما يخصنيش، ولا عمري مره شفته. ولا عمرك شفته قبل كده؟ اه. انا مال يعني مجرى يا عم درويش؟ وانا مال انا؟ مش انت مديله الامان؟ نطقه. ماشي. نطقه. ماشي ماشي، انا حكيت له على كل حاجه. انت بتغابه هنا؟ جاي تتغابه هنا؟ انت سرقته مننا يا هيثم؟ ما انا سرقت حاجات كتيره ومش فاكر. ثواني يا عم درويش، ثواني يا عم درويش، هنفكر. ما تفتكر يا هيثم؟ حاضر حاضر، انا شقطته من العربيه اللي كانت في البنزينه اللي قبل البوابات. شوف وحياه امك. شوف وحياه امك. ما حاسبك الليله دي غير لما اديلنا على السكه اللي رجعوا بيها المصيبه دي لاصحابها، والا وعهد الله. شوف وعهد الله. عم درويش. وعهد الله. عم درويش. بص كده. بص علي. على التلفزيون. وقد اعلنت وزيره الصحه الدكتوره ناديه ابو العزم في المؤتمر الصحفي ان خطه الوزاره في المرحله القادمه تتضمن افتتاح العديد من المراكز. دي طلعت وزيره الصحه. وزيره؟ انا مايل يا عم درويش. وزيره؟ انا مايل. لا طبعا عم درويش. وانا طبعا انا مايل لوزيره. وزيره؟ مايل لوزيره. وزيره؟ وزيره؟ بس تعرف هلا شهاب، اكيد الجهاز ده مليان بلاوي بلاوي عشان الناس دي كلها تتسعر عليه. طب احنا نعمله ايه دلوقتي؟ نروح نرجعه الجهاز للواد فيصل؟ ولا بقى ندوره على البلطجيه ونرجعه لهم؟ ولا اقول لك احنا نروح نوديه في الداخليه وهم يتصرفوا براحتهم؟ لا داخليه، لا انا ما اروحش الداخليه برجليا. ليه يا عم درويش؟ يتلككولي على اي حاجه، وانا راجل كبير يا شاب، انا مش حمل بهدله. خلاص يا عم درويش، احنا نرمي البتاع ده في اي داهيه. اقول لك نرميه البحر. يا سلام، يا جماله، يا حلاوته، بركه في ابوك يا حبيبي. اداهم اسمي وعنواني ورقم التليفون، واكيد عرفوا الطريق لينا، واكيد مش هيسيبونا في حالنا ابدا. الله، انت بس اداها في وشنا يا عم درويش. طب احنا نعمله ايه دلوقتي؟ هو دلوقتي مفيش غير حل واحد بس. دلوقتي احنا الجهاز ده عارفينه بتاع مين. اه صح؟ صح. نروح نرجعه لصاحبته. ودي وزيره بقى، وزيره يعني هتأمننا، كله يبقى تمام لما تعرف ان احنا ناس جدعان وناس امنة وجايبين لها الحاجة بتاعتها لحد عندها في الوزارة. مفيش حل غير كده. مفيش حل غير كده. اروح لوزيرة؟ في الوزارة.